عندنا تقرير. تحديات وعقبات عدة تواجهها المؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولي لتوصيل اللقاحات للدول الفقيرة خاصة في قارة إفريقيا، حيث يتم التركيز على مساعدة البلدان على التأهب لتنفيذ عمليات التطعيم ومعالجة بعض عوائق توزيع اللقاحات التي واجهتها البلدان في المراحل الأولى لبرامجها للتطعيم. وتتركز الأولويات الرئيسية في مختلف البلدان على عدة عوامل، وهي إدارة الخدمات اللوجستية للأنواع المتعددة للقاحات بما في ذلك تحليل البيانات ومتابعة المخزونات وإدارة المخلفات، أنظمة الاتصال والمعلومات للتسجيل وتتبع المرضى ومراقبة الآثار الجانبية عقب التطعيم، تقديم الدعم لمساندة نماذج تقديم الخدمات وتدريب الموارد البشرية على اتباع نهج أكثر تركيزاً على الناس حتى تصل اللقاحات إلى المواطنين على نحو منصف في كل المراحل حتى المرحلة الأخيرة، تقديم الدعم لبرامج تواصل مصممة بحيث تلائم ظروف كل بلد لمعالجة التردد في أخذ اللقاحات بما في ذلك الاستخدام المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي. في الأسبوع الماضي أعلن البنك الدولي عن اتفاق جديد مع مرفق كوفاكس للمساعدة على تسريع وتيرة توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم من خلال آلية تمويل جديدة تستند إلى ترتيب لتقاسم التكاليف في إطار التزام السوق المسبق الذي ينسقه تحالف جافي للقاحات. ويتيح هذا الاتفاق الجديد للبلدان المشاركة في التزام السوق المسبق شراء جرعات زيادة على الجرعات المدعومة بالكامل من المانحين والتي يحصلون عليها بالفعل. سيكون بمقدور كوفاكس الآن إجراء مشتريات بالدفع مقدما من مصنعي اللقاحات على أساس الطلب المجمع من مختلف البلدان باستخدام التمويل المقدم من البنك الدولي. سيمكن هذا البلدان من الحصول على الجرعات في وقت مبكر وإعداد وتنفيذ خطط التطعيم على نحو أكثر فعالية. إسراء سعد، آخر النهار.